لا يخلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ اهلا كابتن، تشرف ومنور. كل سنه وانت طيب وحضرتك جمهور طيب. النادي الاهلي بخير، وكل سنه وانتم طيبين يا رب دايما، وتبقى سنه سعيده علينا جميعا ان شاء الله. كلها افراح وكلها بطولات وكلها مبادئ وكلها قيم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بتبدا او بيبدا هذا العام بمباراه صعبه، مباراه امام نادي بيراميدز، راي حضرتك؟ بالنسبه للنادي الاهلي حسب ما تربينا وتعودنا، ما فيش صعب وسهل في النادي الاهلي. انت بتحترم المنافس جدا طبعا، مهما كان هو نادي محترم زيه زي اسوان، زي كل الفرق، زي حرس الحدود، كل الانديه بالنسبه لك هي ثلاث نقاط بتحترمهم. نعم. ودايما النادي الاهلي بيحترم المنافس سواء داخل الملعب او خارج الملعب. عمليه كلنا تربينا عليها، انه في النادي الاهلي المباراه من بدايتها لنهايتها انت بتحضر قبلها بثلاث اربع ايام، بتعرف المنافس بيلعب ازاي، انت بتبدأ خطتك على نقاط القوه والضعف الموجوده في الفريق المنافس، وبالتالي هي بتبقى صعبه على الفريق اللي بيقابلك. الفريق اللي بيقابلك بيبقى عايز، عارف ان مفاتيح اللعبه عندك ما شاء الله مفاتيح كثيره جدا، وبالتالي بيحاول ان هو يسد هذه الثغرات وبيبذل اقصى جهد عنده علشان يقابل النادي الاهلي. نعم. اذا النادي الاهلي برجاله وبابطاله واخدين المنافس وحاطينه في الاهتمام بالمنافس الثلاث نقاط بالنسبه للمباراه، اداء ونتيجه، لان جمهور النادي الاهلي دايما عايز النتيجه وعايز الاداء. نعم. ودي حاجه بتبقى معادله محترمه جدا بالنسبه لنا، لانه النادي الاهلي على مدى تاريخه بيسعد جماهيره بالاداء وبالنتيجه. حقيقي. وقبل ده وده بمبادئه. المبادئ مهمة جدا، علشان المبادئ بعد كده بتجيب البطولات، لكن لما بتمشي على مبدأك ولا تحيد عنه ولا تعمل أي حاجة فيها أي إخلال بالأخلاق وبالمبادئ، فأنت دايما بتبقى في المقدمة. طيب، أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في نادي بيراميدز؟ والله شوف، هما طبعا عندهم الشناوي في حراسة المرمى ماشي كويس، لكن عندهم مشاكل في خط الظهر. نعم. السرد باكين، القلبية، الدفاع، إذا كان جبر أو سامي، بالنسبة للكرات العالية أو كرات على الأطراف، أنت لو تفتكر حضرتك السنة اللي فاتت تكسبناهم مرة ثلاثة ومرة اثنين، كانت كلها كرات عرضية. الاختراقات من العمق برضو بتبقى في منتهى الخطورة. هم عندهم في وسط الملعب وفي المقدمة عندهم عناصر وبدلاء كتير. بيبقى عندهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي. عبد الله السعيد بيلعب على الطرف الشمال ورمضان على الطرف اليمين، بيسقط وبعدين بيستلم وبعدين يحاول يعمل اختراق من العمق. لما بيجي يعمل اختراق من العمق لو لقاها مقفوله بيروح لعبها على الطرف. على الطرف يبتدي يعمل الاوفر او بيرجع تاني لرمضان علشان يلاقي ثغره، لان لما بيجي يهاجم بيبقى فيه اثنين ثلاثة بيروحوا واقفين على 18 علشان يعملوا عملية الاختراق من العمق. نعم. خط الهجوم عندهم ووسط الملعب أفضل شوية من خط الدفاع. عندهم الظاهرين باستمرار بينطلقوا للأمام. نعم. فدي بتبقى نقطة ضعف، لأن ما بيبقاش في تغطية وراهم، يعني حمدي والباك رايت أعتقد مغربي أو مش متذكر اسمه يعني، لكن على طول بيتقدموا. الناس اللي على الاطراف في وسط الملعب ما بيبقاش في عمليه تغطيه، لذلك في ماتش الداخليه ومتغلب، في ماتش الداخليه كان بيستغله رضا شحاته، كان بيستغل الانطلاقات ديت واحرز منها هدفين حقيقي في مرمى بيراميدز. طبعا نقطة القوه عندنا ولله الحمد جيده جدا، وان شاء الله كولر يبقى عنده قرايه جيده ويبقى الدكه، لانه برضو الدكه عندهم دكه قويه، فلابد برضو الدكه عندنا تبقى عامل سيناريو للمباراه ما بين ربع ساعه نص ساعه الشوط الثاني، وعمليه التبديلات في التوقيتات المناسبه علشان المباراه ما بتنتهيش في اول ربع ساعه. حقيقي. اول ربع ساعه انا بعمل ايه، نص ساعه بعمل ايه، والجيم بيبقى فيه صراع. عمليه التبديل من بيراميدز انا بقابلها بإيه؟ بتبديلات أخرى علشان
ابقى مسيطر على ال 90 دقيقه سيطره كامله، والجيم بيبقى زي الملاكمه كابتن اسلام، انا بضرب في الاسفل علشان اقدر ان انا اخد الضربه اللي هي بتديني الثلاث نقاط. فدي بيبقى صراع ما بين الاثنين مدربين علشان كل واحد فيهم، التبديله بتفرق جدا في التوقيت المناسب.